تعرفوا إنه الأسماك مفيدة جداً والمنتجات البحرية رائعة لجسم الإنسان، إلها فوائد كتيرة، ولكن هي بتحتوي على الزئبق، وكل ما زاد حجم السمكة بيكون كميات الزئبق فيها أكثر، مثل سمك التونة. كيف نقدر ناكل سمك وما نجمع زئبق بجسمنا بكميات عالية تعمل لنا سمية وتأثر على قدرتنا العقلية، على دماغنا وعلى أعصابنا؟ في منتج اسمه كلوريلا، هذا عبارة عن طحالب بحرية بنباع عن طريق الكبسولات أو البودرة، بتلاقوه بكتير من المتاجر الصحية. هذا المنتج إذا بتاخدوه بعد ما تاكلوا الوجبة اللي فيها سمك، بيعمل على الارتباط بمركب الزئبق بالمعدة قبل ما يتم امتصاصه بالأمعاء، وبياخده وبيطلعه برا الجسم. وبهاي الطريقة نحن بنقدر ناكل السمك ونستفيد من فوائده العديدة بدون ما نتعرض لسمية الزئبق اللي بتيجي مع تناول كميات عالية من المأكولات البحرية. الجسم رح يخزن الزئبق بالدهون بالجسم وبالأعضاء الداخلية، وبما أنه الدماغ بتكون من 80% دهون، عشان هيك بيأثر كتير على قدراتنا العقلية وعلى دماغنا وعلى الذاكرة وعلى أعصابنا. فبكل بساطة كلوريلا مع وجبة السمك بعديها. شغلة تانية بتقدروا تاخدوها الكزبرة. الكزبرة كتير بتساعد برضو بنفس الطريقة على تقليل امتصاص الزئبق من الوجبات. الكزبرة برضو بتيجي عن طريق الحبوب عشان تكون مركزة أكتر وتقدروا تتخلصوا من الزئبق اللي موجود بأكلكم، فبتاخد برضو بنفس الطريقة بعد وجبة اللي فيها المأكولات البحرية. رح أحط لكم رابطين، واحد للكلوريلا واحد للكزبرة، عشان تشوفوهم تقرأوا المعلومات عنهم، وبتقدروا تطلبوهم كمان مباشرة من الرابط. وزي ما بقولكم دائما الروابط موجودة على صفحتي، على الصفحة الرئيسية على تيك توك، تحت اسمي في رابط تضغطوا عليه فيه كل المنتجات اللي بحكي لكم دائما أنا عنها، عشان تقرأوا عنها أكتر، تعرفوا تطلبوها إذا حابين تطلبوها، أو تلاقوها بالأماكن اللي موجودة حواليكم.